دمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الطل تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الطل تأتي بالمحال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة سهيل في داخل الوطن وخارجه، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة التي خصصتها قناة سهيل لتناول الذكرى 51 لثورة سبتمبر. في البداية مشاهدينا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله أبو الغيث، أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة صنعاء، كما أنوه أنه سينضم معنا عبر الهاتف كل من عرفات حزام من عدن وكذلك خالد اللبود وعبد الرقيب الهدياني لنتناقش معهم ومع ضيفنا الكريم هذه الذكرى الطيبة. والبداية مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله أبو الغيث. دكتور، دور أبناء الجنوب في ثورة سبتمبر، كان هناك دولتين لكن أبناء الجنوب ساهموا وساعدوا الثوار هنا في الشمال من أجل إنجاح ثورة سبتمبر، بماذا ساهموا وكيف ساهموا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الواقع عندما نتحدث عن دور الأبناء الجنوب اليمني في ثورة 26 سبتمبر والدفاع عن ثورة 26 سبتمبر، يعني يدفعنا هذا أن نتذكر بواحدية الثورة اليمنية. دور أبناء الجنوب لم يقتصر على ثورة سبتمبر، وإنما كان أبناء الجنوب داعمين للنضال في الشمال كما كان أبناء الشمال داعمين للنضال في الجنوب، وكانت مدينة عدن مأوى لحركة الأحرار اليمنيين الذين فجروا ثورة 48 ثم بعد ثورة 48. بالنسبة لدور أبناء الجنوب في ثورة 26 سبتمبر، نعرف عندما قامت الثورة تكالبت عليها القوى الرجعية والإمبريالية في على المستوى الإقليمي والدولي مع من بقايا النظام الإمامي في اليمن ومن ضم إليهم. فعندما تفجرت الحرب وأرادت أن تئد ثورة 26 سبتمبر، هب كل أبناء اليمن للدفاع عن ثورة 26 سبتمبر، وكان لأبناء الجنوب دورا كبير في هذا، في هذه المساهمة. بدأ دور أبناء الجنوب منذ الأيام الأولى عندما بدأت التعبية العامة لأبناء الجنوب سواء في مستعمرة عدن أو في السلطنات والمشيخات في اتحاد الجنوب العربي. تحركت الكثير من القوى لتحريك أبناء الجنوب وتأهيلهم وتجهيزهم وإرسالهم إلى الشمال. في عدن كان هناك المؤتمر العمالي، كان هناك حزب الشعب الاشتراكي، كان هناك تجار عدن، ثم حركة القوميين كذلك. حركة القوميين، جبهة التحرير، وكان هناك ناس كثيرون انطلقوا بمجهود شخصي دفاعا عن الثورة. فإذا أردنا أن نتحدث عن الفئات التي انطلقت من الجنوب إلى الشمال دفاعا عن الثورة، سنلاحظ أول يعني كانوا مجموعة من أبناء عدن، وهؤلاء كانوا مدنيين تم تدريبهم على عجل وأرسلوا إلى الشمال، ومع الأسف ربما جعل ذلك معظم الضحايا منهم لأنهم لم يكونوا مدربين تدريبا جيدا على السلاح. كان هناك إلى أين وصلوا؟ وصلوا يعني كانت هناك جبهات للعبور، أربع جبهات للعبور من الجنوب إلى الشمال، جبهة إلى تعز، وجبهة عبر قعطبة إلى إب، وجبهة إلى البيضاء، وجبهة من بيحان. الجبهة التي تأتي من تعز وإب كانوا غالبا يمرون إلى الحديدة، ومن الحديدة إلى عبس، ومن عبس يتم إرسالهم إلى لواء حجة، خصوصا إلى منطقة المحابشة التي كان يعني محور مع الصراع مع القوى الملكية. الذين يعبرون من البيضاء في معظم الأحوال كانوا ينضمون إلى محور خولان أرحب. من يعبرون إلى بيحان كان عادة ينطلقون إلى حريب القريبة منهم وإلى محافظة مأرب. دكتور، كان هناك إذن مساهمة هذه كانت متى؟ قبل الثورة، أثناء الثورة، بعد الثورة، يعني خوفا على الثورة من الفشل؟
والله مثل ما ذكرت لك، يعني المساهمة واحدية النضال اليمني، واحدية الثورة اليمنية، مثلا عندما انطلق الزبيري والنعمان وأسسوا حركة الأحرار في نعم عدن، توحدوا بعد ذلك في الجمعية اليمنية الكبرى مع المناضلين في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني. نعم فلكن الانطلاق للدفاع عن ثورة سبتمبر كان في الأساس عندما تكالبت القوى الخارجية ودعمت الصف الملكي، وشعر أبناء اليمن الثوار بأن الجمهورية في خطر وأن هناك من يريد أن يقضي على هذه الدولة الوليدة. نعم. فانطلق أبناء الجنوب سواء بالقتال السلح أو مثل ما قلت لك، يعني كان أبناء عدن، كان أبناء الأرياف والقبائل، كان هناك جزء كبير من شرطة واتحاد الجنوب العربي. نعم. تركوا وظائفهم وانطلقوا للدفاع. كان هناك دكتور، ما هو الدافع الذي كان يدفع الناس في الجنوب للمساهمة بإنجاح ثورة سبتمبر في الشمال؟ الدافع هو الرغبة في التخلص من هيمنة الإمامة في الشمال لكي تكون دافع للتحرر من الاستعمار في الجنوب. ثانيا إحساسهم بأنهم جزء من وطن واحد اسمه اليمن. نعم. بدليل أن المناضل راجح بن غالب لبوزة عندما عاد من الشمال، وكان المساهمين في محور المحابشة في النضال، وعندما طلب منه أن يعود ليفجر ثورة 14 أكتوبر عاد ببعض الأسلحة من الشمال، فخاطبه الاستعمار البريطاني أن يعيد السلاح وأن يتعهد بأن لا يعود إلى اليمن. فخاطب المستعمر البريطاني برسالة شهيرة، قال لهم: أنا أعتبر نفسي مواطنا للجمهورية العربية اليمنية وليس لاتحاد الجنوب العربي. إحساس بالوطن الواحد، دفاع عن هذه الثورة التي أرادت أن تخلص اليمن وتقضي على عزلة اليمن جنوبا وشمالا وتخلصنا من نير الإمامة والاستعمار، كان هذا هو الدافع الرئيسي. أيضا الحاجة إليهم مثلا إلى جانب قتالهم، كان هناك مجموعة من المناضلين الذين صعدوا من الجنوب لهم علاقة ببعض العناصر العربية في الجيش البريطاني. هؤلاء زودوا القوات المصرية والقوات الجمهورية في بداية الثورة بالخرائط الطبوغرافية للشمال لأنها كانت منعدمة تماما في مملكة الإمام، قبل أن بعد ذلك يبدأ المصريين الذين أتوا لمساندة الثورة بتجهيز هذه الخرائط، فكان لهم دور كبير في هذا الجانب. نعم دكتور، الآن تحدثنا عن دور الجنوبيين العسكري وكذلك الليجستي ربما في ثورة سبتمبر في الشمال، كان هناك دعما ثقافيا دعما إعلاميا، كيف تلخص لنا مجمل هذا الدعم سواء عبر الصحف والإذاعات عبر الكتب عبر الرسائل؟ والله يعني هذا يمكن أن نعرفه من خلال موقع عدن. مدينة عدن في هذه الفترة كانت منارة الثقافة والإعلام على مستوى الجزيرة العربية وليس على مستوى اليمن فقط جنوبا وشمالا. يعني أول كان هناك حركة صحفية واسعة في عدن، بينما في الشمال كانت يعني منعدمة، فيها لم يكن إلا صحيفة أو صحيفتين في الشمال. أيضا حتى السعودية وبقية إمارة الجزيرة العربية اللي هي الآن إمارة الخليج العربي كانت يعني لا تزال تحت الاستعمار البريطاني. فمدينة عدن كانت مركز للتنوير الإعلامي، مركز للتنوير الثقافي، مركز للنشاط النقابي والعمالي، مركز للنشاط الحزبي، كان هناك تعددية حزبية ظهرت في مستعمرة عدن. كل هذا سخر من قبل الوطنيين الموجودين في مدينة عدن سواء كانوا جنوبيين أو شماليين لصالح ثورة سبتمبر التي كانت دكتور دعني أنتقل إلى اتصال هاتفي مع عرفات حزام. عرفات السلام عليكم. نعم عرفات، عرفات السلام عليكم. عرفات هل تسمعني؟ إذا انقطع الاتصال سنعود. إذا نكمل حديثنا حول تنوير عدن لأحرار الشمال أثناء ثورة سبتمبر. التنوير يعني ما قامت به عدن يعني ليس بس يعني في أثناء الثورة بعد الثورة، كان التنوير قد حدث قبل ذلك. نعم. عندما انتقل كثير من الأحرار اليمنيين، كثير من يعني كثير من الشماليين انتقلوا إلى عدن، وكانوا إما عمال أو تجار، لكن استفادوا من وجود عدن، من وجودهم في عدن في التنوير. كثير من
حزب حركة الأحرار اليمنيين عندما انتقلوا إلى عدن أسسوا لهم صحيفة، أيضا عبد الله عبد الوهاب أسس صحيفة الفضول. نعم. لا يعني كانت العملية متكاملة بين كل الأطراف سواء كانت جنوبية أو شمالية. نعم، دعني أعود إلى اتصال عرفات. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. نعم عرفت، أنت معنا الآن على الهواء مباشرة في هذه التغطية الخاصة حول الذكرى 51 لثورة سبتمبر. ما الذي دفع أبناء المحافظات الجنوبية؟ طبعا موضوع هذه الحلقة هو دور أبناء الجنوب في ثورة سبتمبر ومساعدتهم للأحرار هنا في الشمال لإنجاح ثورة 26 سبتمبر. ما الذي دفع أبناء الجنوب للمساهمة والدفع بعجلة التغيير هنا في الشمال والتخلص من النظام الملكي؟ أولا تحل علينا الذكرى 51 لثورة سبتمبر، واليمن شماله وجنوبه تخيم عليها أجواء الحوار. نعم. وثورة 26 سبتمبر كانت هي ثورة الشعب اليمني بشماله وجنوبه. نعم. وشاركت فيها جميع القوى الحية في الشمال والجنوب. نعم. وساهمت إسهام فاعل في إنجاحها، سواء بتهريب السلاح أو بتقديم الأبطال أو الشهداء أو بفك الحصار وحماية الثورة. وقدم أبناء الجنوب خيرة أبنائها شهداء في سبيل نجاح هذه الثورة. نعم. من أبناء الضالع الأبطال وردفان وقبائل زفينة والعوالق، كلهم جميعهم سالت دماءهم انتصارا لهذه الثورة ليتحقق. نعم. للشعب اليمني الحرية والعدالة والكرامة. وهذا دليل على أن الشعب اليمني كان موحدا، وأنه كان يستشعر نفس الهم ويسعى إلى نفس الهدف الذي هو الحرية. نعم. وكان الثوار شمالا وجنوبا يتنقلون، ثوار الشمال ينزلون إلى عدن وثوار الجنوب ينتقلون إلى تعز. نعم. حتى إذا أراد الله عز وجل لهذا الشعب أن تنتصر ثورته. نعم. هب الثوار والرجال من جميع مناطق اليمن شمالا وجنوبا، ومن أبناء الجنوب الذين وجدوا أن انتصار ثورة سبتمبر هي انتصار لهم وانتصار لثورتهم، وأن إزالة الإمامة في الشمال هي المرحلة الأولى لإزالة الاستعمار في الجنوب. نعم. ولذلك لن ينسى أبناء الشمال تضحيات أبناء الجنوب معهم. نعم. في صنعاء، ولن ينسى أبناء الجنوب أبناء دور أبناء الشمال في دعمهم للتخلص من الاستعمار. فكان الجميع شمالا وجنوبا يستشعر نفس الظلم ونفس المأساة التي كانوا يعيشونها من تخلف. نعم. ومن ظلم ومن انتقاص الكرامة، ولذلك كان الشعب يستشعر وحدته رغم التقسيم الذي فرضته الإمامة في الشمال. نعم. والاستعمار في الجنوب، ولكن مع ذلك ظل الشعب اليمني موحدا يستشعر نفس الهم ويسعى. نعم. عرفات. إلى الحرية. عرفات. نعم. كان الجنوب تحت الاحتلال، لكن كيف كان يدرب أفراده؟ كيف كان يهرب الأسلحة؟ كيف كان يقدم الدعم الإعلامي وكذلك الدعم اللوجستي للثوار في الشمال؟ نعم، كان الثوار في الجنوب يهربون السلاح للثوار في الشمال. نعم. عن طريق الطرقات الفرعية والطرقات الجبلية الوعرة التي كان يخاطر فيها أبناء الجنوب بأنفسهم. نعم. كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيل تهريب السلاح لإخوانهم في الشمال. نعم. على ظهور الحيوانات أو عن طريق السيارات أو عن طريق ظهورهم يحملوها ويمشون عليها، يعني بها يعني المسافات الطويلة حتى يصلوها إلى المناطق الشمالية. نعم. بل حتى عندما تسنى لهم أن يدخلوا إلى الشمال بأنفسهم، هب الأبناء الجنوب من ردفان والضالع ومن دفينة والعوالق ليفكوا الحصار عن صنعاء حتى هذه الثورة لا تسقط. لماذا؟ لأنه كان لديهم شعور أن هذه الثورة ليست هي ثورة لأبناء الشمال، بل هي ثورتهم أيضا. نعم. عرفت. ولذلك
يعني ساهموا بكل ما يستطيعون. نعم عرفت كيف كان الاحتلال البريطاني يسمح لهؤلاء الثوار أن يتحركوا باتجاه الشمال وأن يهربوا الأسلحة، هل كان لديه علم بذلك؟ كذلك سؤال آخر هو هل لديكم إحصاءات بكمية الخسائر سواء كانت بشرية أو مادية؟ يا أخي الاستعمار لا يسمح. نعم الاستعمار لا يمكن يسمح بتهريب السلاح إلى الشمال أو يغض الطرف عن ذلك. نعم. ولكنها هي إرادة الشعب. نعم. عندما يريد الشعب أن يفرض إرادته. نعم. يبتكر الوسائل والأساليب والأدوات. نعم. الذي ويضحي في سبيلها، ولذلك لم يكن هذا يعني على عين الاستعمار البريطاني. الاستعمار البريطاني كان لا يسمح بوصول السلاح إلى أبناء الجنوب، ولو كان يعرف أن أبناء الجنوب لديهم سلاح لقتلهم. نعم. ولا ضيق عليهم ولا حرمهم، لأن هذا السلاح بعدين سوف يستخدم ضده. نعم. ولكنها قلت إرادة الشعب تفرض نفسها عندما تكون القضية سامية في سبيل حرية، في سبيل كرامة، لذلك الشعب قدم في سبيل ذلك التضحيات. نعم عرفت في هذه الفرصة وأنت تتحدث على قناة سهيل عبر الهواء مباشرة، هل لديك رسالة تريد أن تقولها في هذه الذكرى؟ أريد أن أقول إن الحكم الاستبدادي نعم بصورته الاستعمارية نعم أو بصورته العائلية نعم أساء لليمن شمالا وجنوبا. نعم. فالحكم العائلي القديم أو الحديث الذي تخلصنا منه حديثا أساء للشعب اليمني. نعم. لأنه اختزل نضالات أبناء هذا الوطن واختزل إمكانات هذا الوطن وسخرها لنفسه. نعم. وهذا كان هو السبب. نعم. الاستبداد هو السبب الذي جعل إن اليمن تنحرف بأهداف سبتمبر ولم تحقق منها شيء. نعم. لم تحقق أهداف سبتمبر نفسها على أرض الواقع بسبب الفساد والحكم العائلي وبسبب اختزال الحكم في أشخاص، ولذلك اكتشفنا بعد 50 سنة من الثورة سبتمبر أنه لم يكن لدينا جيش وطني قوي، وأن الاقتصاد لم يكن كما أرادت أهداف سبتمبر. نعم. ولذلك على جاءت ثورة يعني الشباب في 2011 امتداد وتصحيح، كما قال رئيس الجمهورية أن ثورة الشباب جاءت لتصحح ولتكمل ما خرج من أجله الرجالات السابقين من الشهداء والمناضلين. عرفات حزام المحامي والقانوني، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإيضاحات، أشكرك جزيلا الشكر، وأعود إلى أضيفي الدكتور عبد الله أبو الغيث أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة صنعاء. دكتور بالله قل لي، لماذا عجز الملكيين عن إقناع الجنوبيين أو أن يفتحوا معهم علاقة من أجل أن يلتزموا إما الحياد أو عدم التدخل في الشؤون في الشمال؟ كان ذلك من الصعوبة المكان، لأن القضية أصبحت قضية تحرر. نعم. رغبة في التحرر، وكانت قد بدأت يعني هذه الموجة، موجة التحرر من نعم. الاستعمار ومن الأنظمة الفاسدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية. نعم. على مستوى العالم وخصوصا في القارتين الأفريقية والأسيوية. نعم. وساعد أيضا بعد تفجر ثورة 22 يوليو. نعم. في مصر 1952-23 وقيام جمهورية مصر العربية على اشتعال هذه الموجة. بدأت في الوطن العربي موجة تحرر من الاستعمار ومن الأنظمة الملكية الفاسدة في المنطقة، فكان أبناء اليمن يتوقون إلى هذه الفرصة. فحركة المقاومة في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني لم تكن وليدة 63 بثورة 14 أكتوبر. نعم. هي كانت حركة مستمرة سواء بأسلوبها المدني أو بأسلوبها العسكري الذي كان عبارة عن عمليات متفرقة. نعم. أتت ثورة أكتوبر لتوحدها. فهنا العملية أصبحت، إذا جاز لي أن أشبهها بما حدث مثلا في 2011، لماذا عجز النظام عن إيقاف المد الشعبي والثوري من التوجه إلى الساحات وإسقاط الحاكم؟ لأنه كان هناك أصبحت يعني الرغبة في التغيير أصبحت إرادة شعب وإرادة أمة،
ومن الصعب يعني كان الجميع يدرك بما فيهم الأئمة أن دولتهم أصبحت في طريقها إلى الزوال، وحتى هم عندما كانوا يقاتلون النظام الجمهوري يعرفون أنه لن يكون بإمكانهم العودة وإسقاط النظام الجمهوري، لكن كانوا يقاتلون النظام الجمهوري أولا رغبة في أن يكون لهم مكان في العهد الجديد، أن يحافظوا على مصالحهم، وثالثا لأنه كان هناك قوى إقليمية ودولية تحركهم وتريد أن تضغط بهم وتبتز النظام الجديد. دكتور، في 62 لم يكن للثوار أعلام، لم يكونوا بهذا الحجم كحجم ثوار فبراير. كيف ساهمت الأوضاع في ذلك الحين؟ كيف استطاع الثوار أن يتحركوا من دون قوة شعبية ومن دون أعلام؟ والله الثورات في هذه الفترة ليس في اليمن فقط وإنما في كل المنطقة العربية كانت عبارة عن ثورات تفجرها النخبة، وخصوصا النخبة العسكرية. إذا نظرنا إلى ثورة مصر، إذا نظرنا إلى ثورة العراق، ثم بعد ذلك إلى ثورة اليمن، فالعملية كانت تبدأ من الجيش. والبعض مثلا يقول انقلاب، هي ليست انقلاب، الانقلاب هو الذي يسير الحاكم ويأتي بحاكم، لكن الثورة حتى وإن بدأت بانقلاب تأتي لتغيير شامل، لتغيير أوضاع الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما حدث مع ثورة سبتمبر. عندما بدأ الناس يلاحظون على الأقل نظريا من أهداف الثورة المعلنة أنها أرادت أن تحررهم من الجهل، من الفقر، من المرض، من التمييز، من المساواة، من عدم التنمية، من حصر السلطات في أناس محددين، ففجرت رغبة الناس في أن يكون لهم دولة، خصوصا اليمنيين كانوا مغتربين في أصقاع الأرض، والبعثات المدنية والعسكرية بدأت تنطلق إلى دول مثل مصر، مثل العراق، وهي دول رغم أنها كانت تخضع بشكل أو بآخر الاستعمار الأوروبي وخصوصا البريطاني، لكن كانت الحياة فيها متطورة إذا قيست باليمن بكثير. فعندما شاهدوا هذه ما يحدث خصوصا بعد تأسيس إذاعة صوت العرب في مصر، فأصبح الناس، أصبح هناك إرادة شعبية تكاتفت وراء الثورة الجديدة على ما شابها من سلبيات، لكن بسلبياتها ظلت في نظر المواطن العادي أفضل من النظام الكهنوتي الذي كان يعرقل، الإمامي الذي كان يعرقل حركة التغيير في اليمن، وخصوصا أنه بعد في سنة وشهر انطلقت الثورة في الجنوب، مجلس واحدية الثورة اليمنية وطرق اليمنيين والشعب اليمني بالكامل للتغيير. نعم دكتور، قبل أن نذهب إلى فاصل، خطاب هادي بالأمس هل كان ملبيا لوجع ثوار سبتمبر؟ وهل كان عندما قال إن ثورة فبراير مكملة لثورة سبتمبر، هل ذلك يلبي الوجع والألم ويسد ولو قليلا من ذلك الوجع الذي أصيب به ثوار سبتمبر والذين يعيشون حتى الآن؟ هناك الكثير من ثوار سبتمبر يعيشون حتى الآن، كانوا متألمين. هل كانت ثورة فبراير وكذلك خطاب الرئيس هادي كان يعني أزال عنهم ولو شيئا يسيرا من الغم؟ هو أعتقد خطاب الرئيس هادي يأتي في سياق التفكير الشعبي، ليس هادي فقط من يقول ذلك، كل الناس يقولون ذلك. يعني قدمنا تضحيات من أجل ثورة سبتمبر وسرقت منا، قدمنا تضحيات من أجل ثورة أكتوبر وسرقت منا، الآن أتت ثورة فبراير 11 فبراير وهي ثورة شعبية بكل المقاييس، بدأت من القاعدة بعكس الثورات السابقة التي كانت تبدأ من القمة وتلتحق بها القاعدة. ثورة فبراير بدأت من القاعدة والتحقت بها النخب خوفا من أن يفوتها القطار. هناك الآن محاولات لسرقة هذه الثورة. كيف تصبح ثورة فبراير مصحح للأوضاع منذ ثورة سبتمبر إلى الآن؟ ولا نريد من الثورة مثل ما قلت أنت، الثوار كانوا متألمين. لماذا متألمين؟ لأنهم خرجوا من أجل عدالة، خرجوا من أجل مواطنة متساوية، خرجوا من أجل توزيع عادل للسلطة والثروة. وهذه هي تقريبا المطالب يعني عبر تاريخنا الحديث والمعاصر. إذا افتقدنا هذه العملية ربما نتحدث حتى عن ضياع ثورة فبراير، وهو ما نريد أن نطرقه إن شاء الله. وكان خطاب الرئيس يعني زرع فينا التفاؤل أن تدرك السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية هذه الأمور. معنى ذلك يعني أنها زي ما قلت أنت عبرت عن الوجع الذي يعاني منه معظم الناس، وبالتالي
ستعبر عن آمال هؤلاء الناس في المستقبل إن شاء الله. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه التغطية الخاصة التي خصصتها قناة سهيل للذكرى 51 لثورة سبتمبر. ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال. سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال. مشاهدي قناة سهيل أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 51 لثورة سبتمبر، وينضم معي الآن عبر الهاتف خالد اللبود. خالد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم خالد، نحن الآن في قناة سهيل في تغطية خاصة حول الذكرى 51 لثورة سبتمبر، وكيف وقف أبناء الجنوب إلى جانب أبناء إلى جانب إخوانهم الثوار في المحافظات الشمالية أو في الشمال حينها. ما الذي كان يدفع أبناء الجنوب للمساهمة الفعلية؟ قدموا المال، قدموا السلاح، قدموا أنفسهم من أجل إنجاح ثورة سبتمبر. كانت ثورة سبتمبر بداية إشعال الفكر الثوري لدى أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية، أبناء اليمن بشكل كامل. نعم. وقد تدافع أبناء اليمن في أبناء الجنوب. نعم. في بداية الثورة وقاموا بالالتحاق بمكان يسمى بالحرس الوطني، أقيمت مناطق في عدن وفي بعض المحافظات. نعم. لجمع المتطوعين باسم الحرس الوطني للمشاركة في الدفاع عن الجمهورية. نعم. عند بداية الثورة انطلقت مسيرات في المحافظات الجنوبية، طبعا هذا على من مذكرات الإخوة الذي عاشوا الفترة. نعم. يتحدثوا عن قيام مظاهرات في عدن ومهرجانات، وكانت المظاهرات تردد من أهم شعاراتها كانت تردد وحدة وحدة يا سلال. نعم. إيمانا كان هذا إيمان شعبي بأن الوحدة اليمنية خيار للشعب اليمني في كل اليمن. نعم. كانت من اكثر المناطق تفاعلا مع الثوره في ثوره سبتمبر. نعم. في الجنوب مناطق الارياف التي كانت قريبه من المناطق الشماليه بالنسبه للتطوع. نعم. وكانت كتيبه كبيره في صنعاء خاضعه للاستغلال مباشره، كانت كلها تقريبا من رضوان. نعم. وكلنا يذكر الشهيد راجح بن غالب الأبوجة الذي كان من أول المساهمين في الدفاع عن ثورة سبتمبر، والذي عاد إلى رضفان، وكان أيضا استشهاده انطلاق لثورة 14 أكتوبر في عدن. وكان أيضا للثورة أو الدور فاعل في ثورة في قيام ثورة 14 أكتوبر، حيث أن كل تقريبا الأعداد السياسي والأعداد المرحلي لثورة 14 أكتوبر كان من المحافظات الشمالية. نعم. وبالذات كانت تقام المؤتمرات في تعز. نعم. وكان خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في تعز يوم في 74. نعم. والذي طالب فيها العجوز الشنطاء الإمبراطورية البريطانية بالانسحاب من عدن. نعم. كان إعلان رسمي لدعم حركة القوميين ودعم مصر للثورة. نعم. في اليمن الجنوبي. نعم. وقف كل أبناء الجنوب إلى جانب أبناء الشمال في ثورة سبتمبر. نعم. كما وقفوا شباب الجنوب إلى جانب الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011. نعم. ولازلنا نذكر أن أول شهيد سقط في ثورة فبراير 2011 كان من عدن. نعم. الشهيد محمد بعشم، محمد شاعن. نعم. وهذا دليل على الترابط الكبير بين أبناء اليمن في
من أقصاه إلى أقصاه. ما زلت تحدثت عن الماضي والحاضر، ما الذي يهدد تلاحم القلوب والعقول في هذه الأيام؟ أعتقد أنه أكثر شيء يهدد الوضع في اليمن اليوم هو ابتعاد القوى السياسية كاملة على الموضوع الأساسي، الموضوع الذي قامت من أجل ثورة سبتمبر، والذي قامت من أجل ثورة أكتوبر، والذي قامت من أجل ثورة فبراير 2011، موضوع بناء الدولة. أعتقد أن إيماننا جميعا بأن الدولة بأننا بحاجة إلى بناء دولة مدنية حديثة هو السبيل الوحيد لإخراج الكل من الوضع الذي احنا فيه، إخراج البلد من الوضع الذي نحن فيه، وإبعاد الجميع عن التمتروس خلف مشاريع ربما تكون لا تخدم حتى لا تخدمهم أنفسهم أصحاب المشاريع. احنا اليوم بحاجة إلى إعادة تقييم للمرحلة التي مرينا فيها من سبتمبر إلى اليوم، ومن أكتوبر إلى اليوم، ومن فبراير إلى اليوم، لندرك ما الذي حققناه، ما الذي كنا نريد أن نحققه، وما الذي استطعنا أن نحققه، وما الذي يمكن أن نحققه غدا. احنا اليوم في فرصة مثالية الحوار الوطني الموجود اليوم، بالرغم أنه يعني الشباب الذي كان لهم الدور الرئيسي في إنشاء هذا الموضوع، والذي يعتبر واحد من مخرجات الثورة الشبابية، ربما لا يكون لهم دور كبير في الحوار، في مؤتمر الحوار الوطني. ولكن كل القوى التي كانت جزء من الماضي هي مشاركة في الحوار الوطني، وأمامها فرصة أن تعيد تقييم تجربتها ومعالجتها لما يخدم المستقبل. إذن خالد، كلمة أخيرة. نهني الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه بعيد ثورة سبتمبر وعيد ثورة أكتوبر القادمة إن شاء الله. ونتمنى من الإخوة في الحوار الوطني أن يكونوا في مستوى أعلى من المسؤولية للخروج بالبلد إلى بر الأمان، وأن يعالجوا وأن يدركوا أن الفرصة التي أمامهم اليوم لمعالجة كل أخطاء الماضي ربما لن تتكرر أبدا. إذا خالد اللبود ناشط سياسي من عدن، شكرا إلى ضيفي الدكتور عبد الله أبو الغيث، أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة صنعاء. دكتور، ما هي العوامل المشتركة حينها، القواسم المشتركة بين الشعب في الجنوب وفي الشمال؟ صحيح، كانت اليمن قبل 90 مشطرة إلى شطرين، لكن كان الشعب متحد ربما أكثر من الوقت الحالي الذي يعيش فيه في دولة واحدة، رغم تعدد الأنظمة حتى بعد استقلال الشطر الجنوبي وفي دولة أخرى غير دولة الشمال، لكن استمر إحساس اليمنيين بالوحدة نظرا للشعور بالقواسم المشتركة التي تسأل عنها. سواء كانت قواسم مشتركة بصفتنا جزء من الأمة العربية والإسلامية، أو بصفتنا شعب يعيش في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب الجزيرة العربية، وبدأ يبني حضارته من الألف الثالث قبل الميلاد. يعني القواسم المشتركة، أولا أننا صناع حضارة عمرها 5000 سنة على أقل تقدير. هذا الموروث الحضاري الطويل يجمع بين أبناء اليمن من المهرة إلى صعدة، ومن الصعب على أحد ينكره. أيضا الوحدة الجغرافية الواحدة، نحن نعيش على أرض متجانسة جغرافيا بامتدادها ما بين البحر الأحمر والبحر العربي، وما بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، هذه أرض جغرافية واحدة، من عاشوا عليها عبر الزمن كانوا يشعرون بأنهم شعب واحد ومكون واحد، وذلك كان شعور الآخرين تجاه اليمن. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتاه وفود شمال الجزيرة كان يخاطبها كقبائل، بينما عندما أتاه وفد الأشاعر قال أتاكم أهل اليمن، لم يقول أتاكم أهل تهامة ولا أهل الأشاعر. إحساس بأن الجغرافيين العرب والمسلمين عندما قسموا الجزيرة العربية قسموا على أساس مكونات جغرافية، الساحل الغربي تهامة والجبل المنطقة الجبلي الحجاز والهضبة نجد والساحل الشرقي البحرين، بينما اعتبروا اليمن مكون واحد نظرا لإحساسهم بوحدته الجغرافية ووحدته التاريخية. العادات والتقاليد واحدة، تجد يعني أينما اتجهت يعني
يخاطبك كنت من حضرموت، كنت من الحديدة، كنت من صعدة، كنت من تعز، عندما تطلب للخارج يقول لك الأخ يمني. نعم. يعني حتى انت نكرت لهذه الهوية، ففي الأخير أنت يمني أمام الآخر. وقبل هذا كله ديننا واحد. نعم. وقوميتنا واحدة ولغتنا واحدة، فكل هذه المكونات جمعت بيننا في الماضي وتجمع بيننا بالحاضر وستجمع بيننا في نعم المستقبل إن شاء الله. الثوار، ثوار أبناء الجنوب الذين شاركوا في سبتمبر ولا زالوا عايشين حتى الآن، هل يشعرون بنوع من الندم أم بنوع من الفخر أم أن لديهم حسابات أخرى؟ والله لا أعتقد أنهم يشعرون بالندم. إذا كان هناك ندم فالندم صفة مشتركة ليس للثوار الجنوبي الذي قاتلوا في الشمال، ولكن للثوار الشمالي الذين قاتلوا في الشمال، وللثوار الجنوبيين الذين قاتلوا في الجنوب. إحساسا منهم أولا الندم ربما ينتج عن الإهمال الذي يعني الثوار الذين قاموا بالثورات هم مشوا وأتوا ناس آخرين سيطروا على كل شيء، ربما إحساسا منهم بأن الأهداف التي ناضلوا من أجلها وقامت الثورة من أجلها سواء أهداف سبتمبر أو أهداف أكتوبر لم تتحقق على أرض الواقع كما قال المتحدث الكريم عبر الهاتف. يعني فالندم لا ينتج يعني ندم على اشتراكك في النضال، احنا وانت كنا في لجنة الحوار التابعة المشترك وكنا سويا نناضل، لم يعني لم نندم على نضالنا لانه لا لا لا, لا تنظر النضال من ناحية، لكن لن نفرط في ان تنحرف الثورة عن مجالها، وهذا اعتقد يعني ما يشعر به المناضلين في ثورة سبتمبر. دكتور، هل ذكرت كتب التاريخ كذلك مذكرات السابقين سواء كانوا من الرجال الذين ساهموا أم من الكتاب حينها، هل ذكروا إحصائية دقيقة بحجم الخسائر سواء كانت من أبناء الشمال أو من الجنوب أو عدد قتلى من أبناء الجنوب الذين ساهموا في سبتمبر؟ والله لا نستطيع أن نتحدث عن إحصائية دقيقة في هذا الجانب، لكن القتلى كانوا بالآلاف لم يكونوا بعشرات الآلاف. القتلى من الجنوبيين كانوا بالآلاف، ومثل ما قلت لك قبل قليل يعني كان معظم الضحايا الجنوبيين من القادمين من مدينة عدن بحكم عدم خبرتهم بالسلاح، وكان أحيانا يتم التدريب سريعا على يد الجهات وإلحاقهم بالحرس الوطني، ومن ثم التحاقهم في الشمال بألوية العروبة التي أسسها الجيش المصري لأبناء الجنوب وأبناء الشمال في بداية تدخله في اليمن بدعوة من ثوار سبتمبر في الشمال. لكن تضحيات كبيرة سواء من أبناء الجنوب أو من أبناء الشمال، ومثل ما قلت قبل قليل ليس مهم كم تكون التضحيات، لكن المهم أن لا تضيع هذه التضحيات هدرا يعني. نعم. وأن تتحقق أين كان يتم التنسيق بين ثوار الجنوب وثوار الشمال حينها؟ والله يعني هو كان هناك مثل ما قلت لك قبل قليل جهات في عدن وفي بعض المناطق سلطنة الجنوب هي التي تقوم بتجهيز الثوار ثم تسلمهم في مناطق الشمال، هناك قادة شماليين يستلمون هؤلاء الثوار ويقومون بتوزيعهم على الجبهات، يعملون في الإطار العام تحت قيادة قادة هذه الجبهات الموجودين ويكونوا قادة لكتائبهم الخاصة. كان هناك نظام خصوصا بعد أن تفجرت ثورة 14 أكتوبر يعني كيف يوزع المناضلين الجنوبيين نشاطهم، كان يرسلون دفعة إلى الشمال تبقى في الشمال 4 أشهر في الغالب ثم تعود إلى الجنوب لتقاتل في صف ثورة أكتوبر، وتأتي دفعة أخرى. يعني من عظمة إخواننا في الجنوب أنهم لم يقطعوا مشاركتهم بثورة سبتمبر حتى بعد أن قامت ثورة أكتوبر وأصبحت بحاجة إلى مجهودهم، ظلوا مشاركين في الثورة إلى حصار السبعين، كان لهم دور في كسر حصار السبعين وكان لهم دور في تأمين طريق صنعاء الحديدة عندما خصوصا عند انسحاب الجيش المصري من اليمن عن طريق ميناء الحديدة، يعني هاجمت القوات الملكية في طريق انسحابه من صنعاء إلى الحديدة، وساهم إخواننا الثوار والمناضلين الجنوبيين الموجودين في الشمال في فك أو في تأمين هذا الطريق وإيصال القوات المصرية إلى ميناء الحديدة. إذن دكتور دعني أذهب إلى اتصال أخير معي عبد الرقيب. عبد الرقيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عبد الرقيب، أنت كأحد شباب المحافظات الجنوبية، كأحد شباب الجنوب، كيف تنظر لثوار الجنوب؟ كيف تنظرون، تقيمون تلك المرحلة، مشاركة أبناء الجنوب بأسلحتهم بأموالهم بأنفسهم من أجل إنجاح ثورة سبتمبر؟ نعم أخي جبران، بداية التحية لك ولضيفك الكريم. نعم. الحديث عن مشاركة ثوار الجنوب، أبناء الجنوب، آباؤنا وأجدادنا الأوائل، نعم، في ملحمة ثورة 26 سبتمبر هو حديث عن المصير الواحد، عن الهدف الواحد، نعم، عن القضية الواحدة التي حملها أبناء اليمن في الشمال والجنوب في الشرق والغرب، نعم، من أجل هدف سامي ناضلوا جميعا لأجله، وهو تحرير الإنسان، نعم، والانتقال باليمن والبلد إلى مستقبل أفضل. نعم. الجنوبيون بلا شك كما ذكر الدكتور وذكر المتصلون الآخرون، نعم، أن اليمنيين الجنوبيين الذين سكبوا دماءهم في مناطق وفي ملاحم في محافظات الشمالية أكدوا على أن البلد يحمل هوية واحدة، يحمل هدف واحد، يحمل روح هي واحدة، أن أبناء الجنوب هم جزء يعني لا يتجزأ من هذا الوطن ومن هذه الأهداف ومن عظمة الثورة. ولذلك يستطيع نحن نسمع لآبائنا وأجدادنا وهم يحكوا لنا ذكرياتهم مع ثورة 26 سبتمبر، كيف احتفوا عندما انتصرت، كيف عاشوا معها ومنعطفاتها وملاحمها وأهدافها. ولذلك يعني كانت ثورة 14 اكتوبر وليدة ونتيجة وتالية لهذه الثورة الأم، نعم، التي فتحت الطريق أمام اليمنيين جميعا الشمال والجنوب. نعم. عبد الرقيب، عبد الرقيب، الثورة قبل 51 عاما قامت ضد الحكم الإمامي والحكم السلالي، لا أخفيك أنه من جديد بدأت مثل هذه الأصوات تنادي بعودة هذه الأنظمة من جديد، كيف تقرأ ذلك؟ هؤلاء يعني واهمون، هؤلاء يعني لا أدري يعني كيف يفكرون. الزمن يمضي إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء، الشعوب تتطور وزمان يعني هذه الأحلام لا يمكن أن تقام اليوم، الزمن تغير والناس عرفوا الحرية وتنسموا يعني مسائلها، ولذلك لا يمكن لهذه المشاريع أن تولد أو أن يعاد إنتاجها من جديد في اليمن. اليوم الشباب الذين أحيوا وتوجوا هذه النضالات لثورة 11 فبراير، يعني يستحيل وهؤلاء واهمون وينتحرون أنهم ممكن أن يعيدوا عقارب الزمن إلى الوراء أو أن يعيدوا إنتاج تلك التجارب وتلك الأفكار التي لا مكان لها اليوم في حياتنا وفي واقع الشباب. إذن الشباب اليوم يحملون روحا جديدة لا يمكن أن تستفيد أو أن تعيش في ذلك التاريخ وفي ذلك العهد الذي مضى ومات. إذن عبد الرقيب الهديان، رئيس تحرير موقع عدن أونلاين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأعود إلى ضيفي الدكتور عبد الله أبو الغيث، أستاذ الحضارة والتاريخ في جامعة صنعاء. لو طرحت عليك نفس السؤال، هناك من ينادي من جديد، دعنا نكون صريحين مع أنفسنا، من جديد بعودة النظام السلالي إلى يمننا؟ والله دعني أكرر ذلك ما قاله الأستاذ عبد الرقيب، يعني هذه دعوة يعرف أصحابها أن أصبحت خارج إطار الزمن. نعم. نظام الإمامة أصبح خارج إطار الزمن، وعندما ثار أبناء الشعب اليمني في 26 سبتمبر ضد الإمامة كانوا يثورون على الحروب التي كرس هذا النظام عبر 1000 سنة. نعم. والصراعات، وكل منهم يعني كل 1100 سنة وكل إمام يذهب في منطقة ويحارب المناطق أخرى، وأصبح أبناء الشعب اليمني وقود لهذه الحروب. كانت ثورة سبتمبر ثورة ضد العزلة التي فرضها النظام الإمامي على اليمن، ثورة ضد الجهل والفقر، الذي ثورة ضد التمييز، سواء التمييز السلالي أو التمييز المذهبي الذي كان حادث في البلد، ولا يستطيع أنكره أحد. وصل ببعض الإمام
يعني مثل المتوكل على الله ابن على الله اسماعيل ان يفتي او يعتبر المخالفين في المذهب بانهم كفار، تاويل يعني مع الاسف الشديد. فان تاتي وتقول اعيد الامامه، اعتقد الناس شبوا عن الطوق واستوعبوا مشاكلهم، ومثل ما قلت قبل مثل ما قلت لك قبل قليل الناس اصبحوا يثقون الى عداله ومساواه وحريه وتوزيع عادل للسلطه والثروه، وهذه المشاكل التي اسقطت نظام علي عبد الله صالح والتي ستسقط اي نظام اخر لا يراعيها. يعني الناس الشباب عامه الناس اصبحوا يناضلون من اجل ذلك، لكن لا يمنع ذلك ان الاحزاب التي تنطلق من هذه الفكره ان تمارس نشاطها السياسي، الحركات تتحول الى احزاب وتمارس نشاطها السياسي عبر صندوق الاقتراع، تطرح فكرتها للناس وتنافس مع بقية الأحزاب التي تطرح الأفكار الأخرى، تطرحها كفكرة سياسية وليس كفكرة عقائدية أو كفكرة مذهبية لأنه لن يقبله أحد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عبر صندوق الاقتراع لكسب أصوات الناس. يعني إذن دكتور كلمة أخيرة، انتهى الوقت. كلمة أخيرة، ما تحدثنا عنه من مشاركة أبناء الجنوب في ثورة 26 سبتمبر يقودنا إلى الوحدة الأزلية لهذه الأرض. وحدتنا كانت أزلية، الوحدة لم تكن يوم من الأيام سبب في أي مشكلة يعاني منها أبناء الوطن اليمني. أسباب المشاكل تنتج عن القائمين عن الحاكمين لهذه الدولة. تخلصنا من النظام السابق، دعونا نتفق على نظام جديد يجد فيه اليمنيين من المهرة إلى صعدة بكل مكوناتهم أنفسهم، وبدلا من أن نلعن الظلام نوقد شمعة. إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله أبو الغيث، أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة صنعاء، كما أشكر كل ضيوفي عبر الهاتف من محافظة عدن. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دورة تمضي بإيمان على درب المعالي، دورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال.